الانضباط قد عاقبت منسق الفرع لفريق مولودية الجزائر عمر غريب بالإبعاد عن الحركة الرياضية مدى الحياة في قرار كان يتوقعه العديد من المتتبعين بعد أن حمل المسؤولية الكاملة في هذه الحادثة المؤسفة التي عرفتها نهاية مواجهة كأس الجمهورية، في حين تمت معاقبة حارس العميد فوزي شوشي بعامين كاملين، وكذا بسبب التصرف الذي بدر من قبل هذا الأخير الذي دخل في مناوشات كلامية مع مستشار الوزير الأول عبد الملك سلال السيد برجع وتلفظه بكلام بذيء أمام مسمع وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، إلى جانب عدم صعوده مع باقي أعضاء الفريق إلى منصة التتويج. أما فيما يتعلق الأمر بالمدرب جمال منات فقد عوقب بعام كامل، وهي نفس العقوبة بالنسبة لقائد المولودية رضا بابوش، كما تم حرمان الفريق من منحة كأس الجمهورية المسلمة من قبل السلطات العمومية وكذا منحة الفأر. هيبة الدولة طيح، نهار المسؤول يوعد وما يوفيش، نهار المسؤول يكذب، نهار المسؤول يقول ندير وما نديرش، ونهار يقسم بالله وما يوفيش، هنا طيح هيبة الدولة. ماشي هيبة الدولة طاحت في المولودية، راحوا حصروا في المولودية، قال لك طيحوا هيبة الدولة، علاه؟ قال لك لأنه ما طلعوش داو الميداليات، وعلى وراه العين الميداليات خد سهرية، واحد ما راحش يدي سهرية، خليه ما يدي سهرية، وعلاه لازم يجي يديها؟ يعني اللاعبين قالوا احنا كنا محطمين، وكنا خاسرين، وكنا حشمانين من الجمهور تاعنا. واش مركايب ترفدنا باش نطلعوا كاع هذيك المدرجات وندوا الميداليات؟ ما راناش قادرين، ما عندناش باش نقابلوا. راحوا داروا لهم الزعماء باللي راهم قاصوا هيبه الدوله وما احترموش الحكومه وعقوبات، هذا عاقبوه بعامين. من نادى يا عباد الله؟ من نادى الرجل الظريف الطيب وليد العائله المحترمه؟ اعطاوه بعامين، لاخر شوشي عامين، لاخر الفرطاس اعطاوه مدى الحياه. مدى الحياة، هذا اللي يسرق الشارع قطع له يده يروح لدارو، اللي يزني في الشارع يعطيه 100 جدي يولي لدارو. وشنو هذه عقوبة مدى الحياة؟ ما كانش في الشارع عقوبة مدى الحياة، حسبنا الله ونعم الوكيل. زعما قال لك نقاسوا هيبة الدولة، يا هيبة الدولة ماشي انتم اللي تتقاس. هيبة الدولة لما نسمعوا بالسرقة في صنة راك ولا أحد يتكلم، لما نسمعوا بالبزنزة في السكنات على المواطنين. يعني حتى الجمهور هذا كل تاع المولوديه اللي راهو يشاهد في التلفزيون راهو يشاهد باللي الحاكم راهو ظلمنا، راهو ظلمنا، يعني قد ما رانا نسيو وحنا نصلحوا ونحاولوا كيفاش ننظموا الجمهور تاعنا والفريق تاعنا، لكن لما طيح في ان اربيتراج باري سي فريمون سي كاتاستروفي. هذا بريمير جوني تاع الشامبيونا، راهو واش يسنى فينا؟ دوكا يقولوا لنا لا راهم يفيزيون في المولوديه، هذيك حاجه اخرى.